بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا المره اللي فاتت الفيكسد سبنت ماسك، لو عايزين مثال عليه نقول مثال عليه. لو انت كان عندك شبكه 192 168 1 0 سلاش 24، الشبكه دي قال لك قسمها لي ل 12 نتورك. الشبكه دي قسمها لي كام؟ ل 12 نتورك. انا كده براجع على اللي فات بقى اللي هو الفيكسد سبنت ماسك. هو ايه الفرق ما بين الفيكسد والبي دي اس ام؟ الفيكسد بقسم الشبكه لمجموعه من الشبكات متساوي في عدد الاجهزه. الفي ال اس ام اللي انا هاخده دلوقتي عندي شبكه بقسمها مجموعه من الشبكات بس مختلفين في عدد اجهزه كل شبكه. حلو؟ يبقى احنا نشوف كده الفيكسد سبنت ماسك اهو. طيب عندي الشبكه اهي 192.168.1.0/24. لو انتوا فاكرين الثلاث محاضرات بتوع الاي بي اللي احنا خدناهم المحاضرتين اللي فاتوا، هيقول لك ان هنا في عندنا 24 بت للنتورك هو اللي قال لي اهو، و8 بت للهوست. طب هو الاي بي كله على بعضه كام؟ 32 بت. طيب لما اجي اعمل سبنتنج قال لك في عندك قانون 2 اس ان اكبر من او يساوي الان. هي عمليه السبنتنج ايه يا جماعه؟ هي عمليه ان انا باخد بتات من الهوست اخليها نتورك، صح كده؟ تمام؟ فالان الصغيره دي عدد البتات اللي هستلفها. طب والان الكبيره عدد الشبكات اللي انا عايز اطلعها. يبقى 2 اس ان اكبر من او يساوي كام؟ ال 12، انا عايز اطلع 12 شبكه. لو انت عرفتوا قبل كده جدول الضرب اللي خدناه في الابتدائي كان 2 باور 0 بكام؟ 1. كان 2 باور 1 2، صح كده؟ كان 2 باور 2 4، كان 2 اس 3 8، كان 2 اس 4 16، كان 2 اس 5 32، 2 اس 6 64، 2 اس 7 ب 128. طب انا عايز اطلع 12 نتورك، مفيش هنا حاجه عندي تديني 12. خلاص يبقى للاسف هاخد الاكبر منها. 2 اس 4 يديني كام؟ 16. يبقى الان هنا اهي بكام يا شباب؟ ب 4. ب 4 يبقى الان ب 4، صح كده؟ يعني 2 اس 4 ب 16. يبقى انت عشان تطلع 16 نتورك لازم تستلف منين 4؟ يبقى الاتش عندك بكام؟ يبقى الاتش اللي فاضله لك ب 4. يبقى الهوبينج يبقى الهوبينج كل مره 2 اس 4 بكام؟ 2 اس اتش ب 16، صح كده؟ يبقى الشبكه الاولانيه 192 168 1 0، الشبكه الثانيه 192 168 1 ضد 16، الشبكة اللي بعديها 192 168 زود 16 يبقى كام؟ 32. كل مرة بزود 16 192 168 1 ضد كام؟ 48، وهكذا. لو حد عايز يراجع الجزء بتاع الايباد ده كله مرفوع متسجل على اليوتيوب موجود على الجروب، صح كده؟ طيب سلاش كام بقى يا شباب؟ سلاش كام؟ 4 و24، يبقى الشبكة دي 28. لما يكون عندك مجموعة من الشبكات يا عم أحمد أهو، يعني هي 192 168 1 0 سلاش كام؟ 28، والشبكة الثانية 192 168 1 16 28، والشبكة اللي بعدها 192 168 1 32، صح كده؟ سلاش كام؟ 28، 192 أزود 16 بقى شغال أزود 16 48 28. ال 28 دي لما نيجي نجيب سبنت ماسك يا ولاد نجيبها ازاي؟ هنقول ال 28 دي عباره عن 8 و8 و8 كده 24، صح؟ وكمان 4. 8 وحايد من الجدول اللي كنت مديه لك كام؟ كمان 8 وحايد، كمان 8 وحايد، طبعا حافظين الجدول ده، كمان 4 وحايد يا شباب اهو. ده اللي خدناه المره اللي فاتت. ده سبنت ماسك بتاعهم كلهم. قلنا علشان نجيب البرودكاست ناخد السبنت ماسك نطرحه من 4255 ونجمعه على الشبكه. الله يكرمك. بصوا ناخد ده هو كده ونطرحه من 4255 0 0 0 15، يعني كل واحد من دول بطرحه من كام؟ ب 255. اخد ده واجمعه على كل شبكه يطلع لي البرودكاست بتاع كل شبكه، خدناه وزهقنا منه. 192 و0 كام؟ 192. طب 168 و0 168. طب 1 و0 ب 1. طب 0 و15 بقى يا معلم 15.
يبقى الشبكة الأولانية البرودكاست بتاعها 15، زود على ده 15 كمان، يبقى برضه هيبقى 192 168 131 وهكذا بقى. صح كده، ده البرودكاست. لو حد عايز يراجع الكلام ده، الكلام ده موجود على اليوتيوب على الشانل عندنا ومرفوع من المحاضرتين اللي فاتوا. الموضوع بقى الجديد بتاعنا بقى تاني النهارده اللي هو احنا بنتكلم على حاجه اسمها ال VLSM، اختصار كلمه variable lens subnet mask، variable lens subnet mask ال VLSM. ايه موضوع ال VLSM؟ انا عايز اقسم الشبكه بتاعتي مجموعه من النتورك بس مش متساوي في عدد الاجهزه. زي ايه؟ تصور كده لو انت عندك فرع في القاهره اهو ومربوط بفرع تاني في اسكندريه اهو، وجه الراجل قال لك انا عايز الفرع بتاع اسكندريه ده اول شبكه فيها 126 جهاز وتاني شبكه فيها 60 جهاز وتالت شبكه فيها 12 وهنا في 12 وهنا في 2. انا عندي كام شبكه دلوقتي على الراوترات اللي مرسومه دي؟ عندي 1 2 3 4 5 شبكات، صح كده؟ بس انا لو جيت قسمت 2 اس ان على القانون القديم اكبر من او يساوي 5 هيديك الان ب 3، يعني هيفضل لك الهوست كام؟ 5، يعني هيديك شبكات كل شبكه فيها 32 اي بي، بس للاسف انا عايز هنا 126 وهنا 60. زي ما انا بقول لك انا عايز 5 شبكات، قلت لي خلاص يا معلم احنا عندنا كرتونه كبيره فيها 256 اي بي هقسمها لك ل 8 كراتين كل كرتونه فيها 32، قلت لك لا ده انا عايز كرتونه منهم 126 وكرتونه 60. فلما يجي لك شبكات مختلفه في عدد الايباد كده هنمشي بقانون تاني. ايه بقى القانون التاني بتاع الـ VLSM؟ تعالى كده نشوف مع بعض. لو انا اديتك الشبكه دي وقلت لك قسمها اهو، اديتك الشبكه دي وقلت لك قسمها على الشبكات دي، هو انا محتاج كام شبكه؟ محتاج 5 بس، واحده 126 وواحده ثانيه كام؟ 60 وواحده ثالثه كام؟ 12 وواحده رابعه برضو 12 وواحده خمسه 2. ادي الشبكات بتاعتنا اللي انت محتاجها. طب انا عندي الاي بي اللي هقسمه، بص بقى هعملها ازاي. اربعة وعشرين دي معناها ايه؟ معناها ان 24 بت للنتورك وكم بت للهوست؟ 8 بت للهوست، صح كده؟ مش هو اللي مديها لي اقسمها 24 اهي فوق، وجبت ال 8 دي منين؟ لان الاي بي كله على بعضه 32، يبقى 24 من 32 فاضل لك كام؟ فاضل لك 8. تمام، 24 من 32 فاضل لك كام؟ فاضل لك 8. هو انا لو اديتك الجزء ده مش تعرف منه تجيب الجزء ده؟ هو انا لو اديتك الاتش مش تعرف تجيب منه الان؟ هتطرح الاتش من 8 زي ما احنا كنت ايه؟ تجيب الان وتجيب منها الاتش؟ طب ما العكس تنفع، صح؟ فقال لك امشي على قانون اسمه 2 اس اتش اكبر من الاتش، مش اكبر من او يساوي زي التاني. الاتش دي اكبر شبكه فيها عدد من الاجهزه، لارجست نتورك، اكبر شبكه عندنا. طب فين يا معلم اكبر شبكه عندك؟ ال 126 ولا 60 ولا 12 ولا الاثنين؟ 126. خلاص يبقى 2 اس اتش اكبر من ال 126، يبقى الاتش بكام؟ 7، صح؟ 2 اس 0 ب 1، 2 اس 1 ب 2، 2 اس 2 ب 4، 2 اس 3 ب 8، 2 اس 4 ب 16، 2 اس 5 ب 32، 2 اس 6 ب 64، 2 اس 7 ب 128. يبقى أي حاجة أكبر من 126 يبقى 2 اس 7، الاتش ب 7 أهي. لما الاتش هنا ب 7 يبقى الان بكام؟ واحد. يبقى الان بواحد، خلاص قلبت مساله عاديه بقى. يبقى الهوبنج عندي بكام؟ 2 اس 7 اهو، يبقى 2 اس 7 بكام؟ ب 128.
يبقى الشبكة الأولانية أهي، والشبكة الثانية أهي. سلاش كم يا معلم؟ واحد واربعة وعشرين يبقى خمسة وعشرين أهو. هناخد واحدة منهم نديها للشبكة الكبيرة اللي هي كام، وناخد التانية نقسمها تاني، صح؟ مش هنطلع الاثنين. اخد واحدة منهم، اي واحدة، اي واحدة يا عم، وارميها لمين؟ للشبكة ده ايه؟ الشبكة الكبيرة. يبقى الشبكة الكبيرة هيبقى الاي بي بتاعها كام؟ 192 168 1 0 سلاش 25. اكبر واحدة بعدها مين؟ نمسك دي بقى نقسمها من اول وجديد. يبقى انا عندي شبكة من اول وجديد خالص اهي، شايفينها؟ قسم اللي تحتها، مش انا خدت واحده حطيتها يومين شمتها اللي اتحط خلاص. اقطع منه. طب انا كنت ممكن احط الثانيه واخد الاولانيه اقطع منها اللي انت عايزه. هما الاثنين قد بعض، هما شبكتين كل واحده فيهم 128 اي بي، صح؟ بس مش لازم يطلعوا 128. ما هو الاثنين هم 128 اهو. لا مش ده سهل. بعد كده يعني ممكن يطلع 4 4 كل واحده 64. حلو. ايه؟ متاح ليك زي ما انت عايز حسب الديزاين بتاعك. طيب هناخد بقى الثانيه ونقسمها. الثانيه نقسمها ازاي؟ ادي الشبكه الثانيه اهي. بيقول لك انا عندي شبكه 1.128 يا معلم سلاش كام؟ يعني دي لو جينا شفنا شكلها اللي هي كام؟ 25 بت للنتورك من ال 32 فاضل لي كام بت للهوست؟ قشطه تمام. نطبق القانون بتاعنا 2 اس اتش اكبر من 60. لا مفيش يساوي. لو هنمشي فوز يبقى مفيش يساوي. نتورك الاولاني كان فيه يساوي. هل طيب يبقى الاتش بكام يا شباب؟ الاتش يبقى ب 6 اهو. الان يبقى بكام؟ ب 1 اهو. الهوبنج يبقى بكام؟ 2 اس 6 64. يبقى كل مره زاد 64 يا معلم، صح؟ يبقى الشبكه الاولانيه اهي هي نفسها، زود 64. طب انا لو جيت زودت من 64 كمان هيديني ايه؟ هو فعلا انا عندي واحد اهو، انا استلفتش غير واحد. 2 اس 1 ب 2 سلاش كام يا معلم بقى دول؟ 1 و25. حلو قوي. هناخد واحده منهم نحطها للشبكه وناخد الثاني نقسم. انا المره دي هرخم، هاخد دي احطها للشبكه. مزاجي يا عم، انت مزاجي اهو. وهقسم دي، هعمل دي في ال اس ام. حلو كده اهو. هنيجي على الرسمه بتاعتنا اهو اهو، ونيجي نحط لها ايه الاي بي ده اهو. 192 168 1 192 26. شاركني. اللي بعد ال 60 كام؟ 12. هناخد ده اهي نقسمها على ال 12 اللي هي مين؟ ال 128 ده اهي نقسمها على ال 12. مزاجي يا عم، تعال نقسمها على ال 12. بقى عندي شبكه جديده خالص اهي، 192 168 دوت 1 دوت 128 سلاش كام؟ بس يا سيدي ادي ال 26 اهي. عندك هنا الاي بي كله على بعضه كام؟ فاضل لي كام من 26؟ 6. 2 اس اتش اكبر من كام؟ الشبكه كانت عندي كام؟ كنت عايز 12. يبقى الاتش بكام يا شباب؟ ب 4 صح. لما الاتش ب 4 يبقى الان بكام؟ 6 ناقص 4 2. طالما لان ب 2 يبقى هيطلع لي كام شبكه وانا مغمض؟ 2 اس 2 اربع شبكات، صح كده؟ يبقى عدد الاحتمالات ده اربع شبكات على طول. طيب تعالى الهوبنج يبقى بكام بقى؟ يا عيني الهوبنج ب 16. 2 اس 4 ب 16. 2 اس 4 بكام؟ ب 16. يبقى الشبكه الاولانيه زي ما هي ال 128 اهي، 192 دوت 168
دوت واحد مية اتنين وتسعين دوت هنجمع احمد بين ها دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت كام مية تمانية وعشرين زود ستاشر اهو يلا يا عم زود ستاشر عديبة كام اربعة واربعين مثلا زود ستاشر مية وستين طيب زود ستاشر طب لو زودت كمان 16 يحصل ايه؟ 192 الشبكه الثانيه اللي احنا مستخدمينها كده هتخبط الشبكه الثانيه صح فمش هينفع فاكرين الشبكه الثانيه اهي ال 192 كده هتخش عليها انت اخرك 192 صح كده هتخش في شبكه عندك اساسا هتقف هو فعلا انت كان عندك الان ب 2 يعني هيطلع لك اربع شبكات اللي هم دول اهو اهو ال 128 وال 144 وال 160 ال 192 كده انت هتخبط فيها يا عم ما تروحش بيتها بقى خلاص سلاش كام؟ ها؟ 28 اهو 2 و 26 يبقى 28 اهو هاخد واحده اديها للشبكه الاولانيه مفيش الشبكه دي اخدها واديها لمين؟ الاولانيه ل 12 الشبكه دي اخدها اديها للثانيه يعني هيبقى عندي ايه؟ ادي الاولانيه ده اهي هدي لها 192 168 1 دوت 128 سلاش 28 ودي هيبقى عندي 192 168 1 دوت 144 سلاش 28 الشبكه اللي فاضله لي اللي هي كام؟ 2 وانا فاضل عندي كام شبكه في الدرج؟ 2 160 و176 ممكن اروح احط ال 160 دي شبكه 2 على طول بس خد بالك الشبكه دي فيها كام اي بي؟ 160 دي فيها كام اي بي؟ 160 دي فيها كام اي بي؟ عدد الايبيهات لما حد يقول لك الشبكه دي فيها كام اي بي تجيبها ازاي؟ هي مش سلاش 28 28 من 32 يفضل لك كام بت الوسط؟ 4 2 اس 4 نقص 2 1 شبكه 1 نتورك يبقى 14 اي بي يبقى الشبكه دي فيها 14 اي بي تاني الحته دي هو لما حد يقول لك الشبكه دي فيها كام اي بي تقول له ايه؟ الشبكه ده هي هتقول له والله هو عدد البتات بتاع النتورك 28 لما اطرحهم ال 32 اللي هو طول الاي بي كله يبقى فاضل له اربع بتات الوسط يعني الاتش ب 4 هي فعلا اتش ب 4 اهي صح؟ 2 اس 4 بكام؟ ب 16 يبقى عدد الارقام في الشبكه دي 16 بس احنا بنطير اول واحد واخر واحد يبقى عدد الايبات كام؟ بس انا عايز 2 يبقى انت كده ممكن تحطها فعلا مفيش اي مشكله محدش هيقول لك حاجه بس تستخدم منها 2 والباقي مش هتقدر تستخدمه خالص. طب الحل اعمل ايه؟ قسم شبكات صغيره استخدم شبكه منهم والباقي اللي في الدرج. يعني لو انت حطيتها كده على طول يا عم باسم محدش هيكلمك محدش هيقول لك حاجه بس خد بالكوا يا شباب انت بتضيع كام اي بي؟ بتاخد 2 وهتضيع 12 اي بي ترميهم على الارض. لان مش هتعرف تستخدمهم تاني لان انت ما عندكش غير اي بي في الركن هنا واي بي هنا. دي يا جماعه شبكه بيسموها بوينت بوينت، اي بي في القاهره واي بي في اسكندريه. اهو. شبكتين بس كده نقطتين قدام بعض هي شبكه سموها كده بوينت بوينت اللي هي تلوان اللي برضه بها فرعين. تمام؟ طيب هناخد واحده منهم ونقسمها عليهم. اللي هو ناخد كام؟ تعالى ناخد ال 160 يلا يا عم هيبقى عندي اهو ال 192 دوت 168 دوت 1 دوت 160 سلاش كام؟ الله يكرمك اهو يعني 28 بت للنتورك وعندك كام للهوست بقى من 32؟ 4 2 اس كام؟ 2 اس
ان 2 اس اتش اكبر من كام؟ عايز كام؟ 2. صح كده؟ يبقى الاتش عندي بكام؟ لا طبعا واحد يعني بيساوي 2. انا ما فيش عندنا يساوي، يبقى ان الاتش ب 2. زمان بنقول واحد، واحد ما بتمشيش ليه؟ عشان ان اس واحد ب 2. ما فيش عندك هنا يساوي، انت لازم نكبر منه. 2 اس 2 صح كده؟ يبقى الاتش ب 2. صح يا عم اهو الاتش ب 2. لما الاتش ب 2 يبقى ان فاضل لك بكام؟ ب 2 صح؟ مش هيكون 4؟ لما قلت لك الاتش ب 2 يبقى ان بكام؟ ب 2. يبقى الهوبنج بكام؟ ب 4. 2 اس اتش اللي هو 2 اس 2 ب 4. اول شبكه عندي اهي، زود 4 زود 4 زود 4 ها؟ يطلع كام؟ 180 صح كده؟ في غلطة؟ 164 168 صح؟ دي كام؟ 172 صح؟ وهم أربع شبكات اللي هيطلعوا، أصل لو زودت كمان 176 تخش في اللي بعدها. سلاش كام بقى يا معلم؟ وفعلا كل شبكات اللي ما بين الراوترات بتبقى سلاش 30. عندك ثلاث شبكات فاضيين اهو اللي ما بين الراوترات اللي هي بوينت تو بوينت اللي هي من نقطه لنقطه بتبقى سلاش 30. انتوا عارفين 30 ليه يا شباب؟ عشان عندي بس بوينت تو بوينت تشين وفيتين بس اللي بتبقى بين بالظبط 30. لان انت عندك عدد بالتاب بتاع النتورك كام؟ 30. من ال 32 فاضل لك كام؟ 2. 2 اس 2 بكام؟ واحدة نتورك وواحدة برودكاست واي بي للراوتر ده واي بي للراوتر ده. صح كده؟ هناخد شبكة من دول ونعمل فيها ايه؟ اهو نحطها والتلاتة التانيين دول مع الكبيرة دي نعينها في الدرج لأي زيادات في الشبكة عندنا بعد كده. تصوروا؟ يبقى هناخد واحدة من دول اللي هي ال 160 سلاش 30 دي نحطها لمين؟ للراوتر. لما يجي بقى زيادات. لا لما يجي واحدة زيادة بقى، لما توصل رجل زيادة على الراوتر. شبكة زيادة. اهو شبكة زيادة. بالظبط. سلاش كام؟ سلاش 30. حد عنده مشكلة في الفي لسه؟ لا. طب ناخد مثال احنا؟ ناخد مثال كده تاني؟ تعالى ناخد مثال تاني كده. يلا. عشان بقى نخش على حاجة جديدة بقى. ها؟ زهقنا بقى من الاي بي فيرجن 4 خالص بقى. عندك الشبكة بتاعتك ثلاث فروع. محتاج هنا 2 اي بي، هنا 2 اي بي، محتاج هنا 126 اي بي، محتاج هنا 30، محتاج هنا 12 وهنا 12. والشبكة عندي اهي. يلا يا شباب. ها. تعالى نشوف حلها كده يا شباب. دي انا عايز اقسمها على كام شبكه؟ 1 2 3 4 5 6. ست شبكات. النتورك الاولانيه عايزه كام؟ عايزه 126. النتورك الثانيه عايزه كام؟ 30. النتورك الثالثه عايزه 12. النتورك الرابعه عايزه 12. النتورك الخامسه والسادسه عايزين كام؟ 2. هنبدا بالكبير. انا عندي الشبكه 192 168 1 0 سلاش 24. 24 دي عباره عن ايه؟ عن 24 بت للنتورك، 8 بت للهوست. طيب انا بقول 2 اس اتش اكبر من الاتش. 2 اس اتش اكبر من كام؟ 126. يبقى الاتش كام يا معلم؟ 7. يبقى 8 ناقص 7 يفضل لك كام؟ يبقى الان بواحد. يبقى الهوبنج بقى بكام؟ كل زهقنا بقى 2 اس 7 بكام؟ ب 128. يبقى الشبكه الاولانيه هتبقى 192 168 1 0. الشبكه اللي بعديها 192 168 1 دوت كام؟ 128 سلاش كام؟ سلاش 25. صح كده؟ تمام. هناخد واحدة منهم نحطها للشبكة الأولانية،
التانية نقسمها. انا بقى مزاج المرة دي اخد التانية احطها للشبكة. هاخد ده احطها للشبكة. وهقسم الاولانية. حد عنده مشاكل؟ دي هحطها للشبكة اهي وهعمل في ال اس ام للاولانية. عينيا. اهو. هاجي على الشبكة ده اهي. واقول له انت الاي بي بتاعك 192 168 1 128 16 25. وابدا اخد ده بقى اعمل فيه ايه؟ اقسمه اهو 192 168 1 0 بس المره دي بقت كام يا معلم؟ 25. تاني شبكه عندنا بعد ال 126 كام؟ ال 30. عينيا اهو ادي 25 بتر النتورك 7 بتر الهوست. حلو الكلام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف كده مع بعض. 2 اس اتش اكبر من كام؟ من كام؟ من 30. يبقى الاتش بكام؟ ب5 اهو. يبقى الان بكام؟ يبقى الهوبنج بكام؟ الله يكرمك 2 اس 5 ب 32. يبقى الشبكه الاولانيه 192 168 10. الشبكة الثانية 1 و 32. الشبكة اللي بعديها لا زود 32. انا كل مرة بزود 32 صح كده. وهم هيطلعوا بس يا شباب اربع شبكات. عرفت مين اربع شبكات؟ 2 اس 2 باربعة سلاش كام؟ 2 و 25 27 اهو. هاخد واحدة منهم اديها لشبكة. انا هاخد الاخرانية دي والباقي هحطهم عشان اعمل لهم في ال اس ام. يبقى الشبكة الاخرانية اللي هي 96 سلاش كام؟ 27 اهو. هاجي على الشبكة دي اقول لها انت الاي بي بتاعك 192 168 1 دوت كام؟ 96 سلاش كام؟ طيب انا عندي 12 عايز شبكات 12. هاخد واحدة من دول من الجمال دول اقسمها على كام؟ على ال 12. اخد النهين. خلينا ناخد ال 64 نقسمها دلوقتي. طيب شغال. بقى عندي شبكه اسمها 192 168 1 دوت 64 سلاش كام؟ 27 اهو. 27 اهي يا عم. فاضل لي كام؟ ال 32 بس خلاص. اتنين اس خمسة اتنين اس اتش اكبر من كام؟ من ال 12. يبقى ال 2 اس كام ب 12؟ 2 اس 4 ب 16. يبقى الاتش ب 4. لما الاتش ب 4 يبقى الان بكام؟ اهو. يبقى الهوبنج بكام يا جماعه؟ 2 اس 4 ب 16 صح. 2 اس اتش. يبقى الشبكه الاولانيه هتبقى 192 168 1 و64. الشبكة الثانية 192 168 1 زود كام؟ 16. يبقى كام؟ 0 80. وانا عندي الان بكام؟ بواحد. يعني 2 اس 1 باتنين، يعني 2 شبكتين بس. بس سلاش كام بقى؟ حدش يقدر يقول؟ 1 و27. يبقى 28. حلو قوي. شبكة منهم هتروح لل 12 الأولانية، شبكة منهم هتروح لإيه؟ ال 12 الثانية. 64 و80 اهو. عندي شبكتين. في عندي 2 بكام؟ ب 12. اهو. 2 ب 12. فهاجي على الشبكة الأولانية وأدي له أي بي كام؟ 192 168 1 دوت 64 سلاش و 192 168 1 دوت 80 سلاش كام يا شباب كله؟ 28. فاضل عندي 2 ب 2. هاخد واحده من اللي فاضلين ما تقسموش. مين بقى؟ هاخد ال 32. ايه رايكم؟ ونقسمها عليهم. تعالى يا عم. 192 168 1 دوت 32 سلاش كام؟ 28. اسف 28 اهو. مش هي كانت 28؟ لا يا عم كانت 27 هنا يا عم. دي ما اتقسمتش لسه. 27 انا اللي صح.
أو 27 أهو. أيوة فاضل لي كام؟ 32 صح كده؟ أهو. طيب هنقول بقى 2 أس اتش أكبر من كام؟ من الاتنين. يبقى الاتش بكام؟ يبقى الان بكام؟ بتلاتة. خمسة ناقص اتنين بتلاتة. يبقى الهوبنج بكام؟ اتنين أس اتنين بأربعة. الشبكة الأولانية 32، الشبكة اللي بعديها، الشبكة اللي بعديها، الشبكة اللي بعديها، ويطلع لي 8 شبكات على فكرة، الان بتلاتة، 2 أس 3 بتمانية. صح كده؟ سلاش كام يا شباب؟ صح؟ دي 3 و27 يبقى 30. يبقى في عندنا شبكه 32 وشبكه 36، ناخدهم نحطهم في النص هنا اهو. يبقى دي هتبقى شبكه دوت 32 ودي شبكه دوت 36. حد عنده مشاكل فيها؟ حد عنده مشاكل في البي ال اس ام؟ ده يا سيدي الموضوع بتاع البي ال اس ام، محتاج ان حضرتك تقعد تحل بايدك وتعرف يعني ايه بي ال اس ام. نقفل الفيديو ده على كده.